بين الألم والفقد والحياة، أطفال يلعبون على ركام منازلهم بكل عفوية وبراءة. إنها الطفولة. التقينا بيعقوب وقال لنا كلمات ليست كالكلمات. وين بابا؟ بابا بالإمارات. بالإمارات؟ أم. شو تقول له؟ مشتاق له كتير والله يحفظ. باب الذكريات لم تبقى منه سوى قصص الفقد والرحيل، وبين هذا الركام يطل الهلال الأحمر بيد الخير الإماراتية من خلال توزيع طرود غذائية على المنكوبين والأسر المتضررة. طبعا منطقة سطامو من المناطق المنكوبة بالكامل، ويمكن كان صعب الوصول لها، ولكن الحمد لله اليوم تحقق الوصول لها مع الأخوان في الهلال الأحمر السوري. طبعا 14 بناية، 53 وفاة موجودة في المنطقة، وإن شاء الله راح نقدم لهم طرود غذائية والصحية، وراح نقيم المنطقة كيف نقدر نخدمهم في الأيام القادمة إن شاء الله. الهلال الأحمر الحالي الإماراتي نحن معولين عليه كتير، الإمارات دولة شقيقة وقدمت كتير، ونحن أملنا بوجود معنا بمساعدة لألا تتحسن الأمور وتكون نحو الأفضل والأحسن. عشرات القرى وسكانها البالغ عددهم ما يقرب من 40,000 نسمة سقطت منازلهم، أصبحوا بلا مأوى، ومن تصدعت منازلهم بشكل كامل، ومنازل أخرى بحاجة إلى تدعيم وترميم. معاناة طالت الجميع. مشهدان مختلفان، دمار وفقد ومنكوبين. أما المشهد الآخر، عطاء الإمارات وجسورها الخيرة، تعافي وأمل بقيادة فارس شهم همام. حامد المعشني لمركز أخبار قنوات أبوظبي، الصنوبرة اللاذقية، سوريا.